الموضوع ده بالنسبه لي حياه او موت. ايه الحاجه اللي انا مستعد اموت عشانها؟ ايه هي اللي هو اقول انا فعلا عمري ما راحش هدف، انا موت في سبيل حاجه تستاهل. في واحد يقول لك انا هموت في سبيل عيلتي، واحد يقول لك انا هموت في سبيل الوطن، واحد ثالث يقول لك هموت في سبيل الفلوس، واحد رابع يقول لك هموت في سبيل ديني. انت حر، اختار الحاجه اللي انت فعلا شايف انها فعلا يستاهل فورت. هي دي انت، هي دي الهويه بتاعتك، هي دي الكور بتاعك، هي دي. لو كل شلنا كل القش، وده قرار بيتطور بيتطور مع الوقت. يعني لو انت كتبت انا اي ستاند فور كذا النهارده، تمام، ده مش معناه ان هو ده اللي هيضل معاك طول العمر. ممكن تبقى بكره اكثر حكمه واكثر وعيا فتطور اي ستاند فور كذا. وعشان كده يعني يعني دايما اللي هو الكورس بتاع سكسسفول بيبل ده يقول لك ان ايه، الناس في الاول بتدور على انها تساتسفاي احتياجاتها. الطفل عايز يرضع وعايز ياكل وعايز ينام، بعد كده بيدور على انه يبقى مستقل، عايز يبقى شاب، عايز يبقى مستقل يصرف على روحه، بعد كده عايز يبقى بيهتم بدايره صغيره حواليه اللي هي اسرته وحاجته، تمام، بعد كده بيهتم بشؤون المجتمع. فالتطور لازم يبقى ماشي في الاربع مراحل دول. في ناس بتبقى ارستد على المرحله الاولى، يعني في ناس بيبقوا زي الحيوانات زي الخلفان، هو ما يعرفش غير ان هو عايز ياكل ويشرب، ودول اكيد بنشوفهم كتير قاعدين على القهاوي وحوالينا. يعني هو ما يعرفش غير الغرائز بتاعته هي دي اللي بتحركه، هو ما يعرفش غير كده، ما بيعرفش غير بكره هياكل ازاي وهيشرب ازاي وهيتكاثر ازاي وخلاص على كده. في واحد تاني اعلى شويه اللي هو عايز يستقل، في واحد تالت اعلى شويه بيهتم بعيلته المجموعه او قبيلته، في واحد اعلى من كده بيهتم بامته، بيهتم بالبشريه. يعني انت كل لما بتعلى كل ما ده بيقوي منك، لان هو الحكايه ان انت في الاول بتبقى ضعيف فبتهتم بحته صغيره، انما بعد شويه في المرحله الرابعه انت بتدي قوتك للي حواليك وبتستمد قوتك من اللي حواليك. يا حد يعرف المشكلة اللي حصلت في كوستاريكا؟ حد يهتم أصلا؟ ما حدش يهتم. ليه؟ لأن مصر أصلا كل اللي بتفكر فيه إحنا عايزين نبقى يا دوبك ناكل عيش، مالناش دعوة يا عم، يا عم أفريقيا إيه مالناش دعوة إحنا عايزين ناكل عيش، عرب إيه إحنا عايزين ناكل عيش، مسلمين إيه إحنا عايزين ناكل عيش، مش كده؟ وبالتالي شوية شوية عمالة تشرينك تنكمش وتنزل، تمام؟ فهو أنت الموضوع ريسيبروكال، انت بتدي وبتاخد. فهي انت كل ما هتدي عطاء اكتر كل ما هتاخد اكتر. عايزين تجربوا الحكايه ديت، جربوها بعد المحاضره وانتم مروحين. جربها بعد المحاضره وانتم مروحين. جرب وانت ماشي تبتسم في وش الناس. لا يعني مش تعكسهم يعني. لا يعني خلاص الولاد، الولاد للولاد والبنات للبنات، مش عايزين نروح بدايه. هيحصل ايه؟ هيبتسموا لك، مش كده؟ لكن لو انت اصلا قلت من الاول لا انا مش هبتسم غير ما هو اصلا يبتسم لي، يعني انا يعني ابتسم ليه؟ انا هستنى هو يبتسم لي الاول وبعدين ابتسم له. في الحاله ديت مش هيحصل حاجه، فبالتالي انت لازم تدي هتاخد اكتر بكتير. ليه؟ لو ما لو هو مش هيبتسم لك. ليه؟ دي فكره كويسه، اللي هو لو انت شفتي ستاتستيكالي كام في الميه هيقول عليك عبيط وكام في الميه هيحترمك، هتلاقي ان الاغلبيه هيحترمك. على العموم دي عن تجربه، عن تجربه انا بعملها، انا بعملها حتى وانا نازل مثلا من عملياتي وتعبان، او نازل من عيادتي وتعبان، او حتى نازل من بيتي وزهقان، بقرر ان انا هبتسم. هبتسم بس بتبتسم، انت واحد جاي بيكسر عليك انت بتروح تبتسم له كده اهو، خلاص بتلاقي شويه شويه بتلاقي نفسك ان الناس النيجاتيف يا بيقعوا بعيد عنك. انا بقول لكم جربوها وشوفوا هيحصل ايه، ماشي؟ انا مش بقول لكم لا تحرش ولا بتاع، جربوا وشوفوا اللي هيحصل على ضمانتي، خلاص. والكورس الجاي قولوا لي ايه الاخبار، بس ماليش واحد بقى عليه بقى ما مش غرش وبتعكس اختي والحاجات دي يعني، ماشي؟ يبقى احنا زي ما اتفقنا، احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ان انا اصلا عايز ابقى سعيد في الدنيا والاخرة، صح؟ وان الحكمة هي اللي هتساعدني ان انا ابقى سعيد في الدنيا والاخرة. وقلنا ان الوقت زي ما قلنا هنحدده على اساس النية،
وقلنا ان النيه دي هي اللي بتحدد ايه الحاجه المهمه وايه الحاجه اللي مش مهمه، وقلنا ان انا لا انا هقلق على بكره لكن انا هبقى بخطط له وهبقى ماشي في الوقت بتاعي من غير ما ابقى اوبسست بان الوقت بيستكمل او الوقت بيجري مني، طالما ان انا بعمل الصح وبعمل اللي عليا. انما لو انا مش بعمل اللي عليا خلاص دي بقى مشكلتك برضه، لو انت ما بتعملش عليك دلوقتي هذا لا علاقه له بندمك على امبارح ولا تخطيطك لبكره. فيعني ليف ذا بريزنت، عيش اللحظه، ده شيء مهم جدا. خلاص طيب اخر حاجه بقى في المحاضره الافتتاحيه بتاعتنا النهارده اللي هو احنا مجبرين ولا مختارين اصلا؟ احنا مفعول بينا ولا فاعلين؟ كم واحد يقول احنا مجبرين؟ لا، كم واحد يقول احنا مفعول بينا؟ احنا لينا القدره على الاختيار بدليل ان احنا بنتحاسب على اختيارنا، بس احنا برضه متقصدين ماشيين ناحيه القدر بتاعنا. يعني انا ماشي ناحيه القدر بس انا كشخص ما اعرفوش، بس هتحاسب على اختياري. تمام، وانت ازاي بتختاري وانت ماشيه في سكه مجبره عليها؟ شو ده بتقولي؟ لا انا مش مجبره على سكه. امال ماشيه في السكه دي يعني انت ممكن تمشي في سكه ثانيه؟ كم واحد يقول انا ممكن امشي في سكه ثانيه؟ لو عندي القدره على الاختيار. وكم واحد يقول انا مش ممكن امشي في سكه ثانيه لان هو خلاص هو احنا بري ديترمايند، احنا مقدر لنا. احنا كلنا نقدر نمشي في سكه ثانيه. انت في حاجات في ايدك وفي حاجات مش في ايدك. الحاجات اللي في ايدك زي ببساطه احنا بيقولوا ان بره الدنيا بتمطر. تمام؟ المطر ده مش في ايدي. لكن في ايدي ان انا اخرج ومعايا شمسيه او ان انا اخرج ومعايا الشمسيه. في ايدي ان انا استنى هنا او ان انا اطلع في المطر. تمام؟ فبالتالي انت مختار في كل شيء. وبالتالي حكايه اصل قدر واصل نصيبنا كده لا، هو انت اللي حطيت في نفسك كده، انت اللي عملت في نفسك كده. انت اللي جبت ده وانت اللي صنعت ده، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه، لان هو من القواعد عندنا العدل. تمام؟ فيعني ربنا سبحانه وتعالى عدالته تستلزم ان احنا نبقى مختارين. ماشي؟ فبالتالي العدل دوت مش مفروض ان انا اضحك على نفسي واقول اصل ده انا نصيبي كده او اصل قدري كده، لا، هو اختياراتك هي اللي وصلتك الى هذه المرحله. تمام؟ وبرضه هذا لا يعني ان انا هندم على اختياراتي، انما انا هتعلم من اختياراتي الغلط عشان وانا بخطط للمره الجايه ما اغلطش نفس الغلطات. اتفضل. ماشي، ما انا بقول لك، ما زي انت المرض ده مش في ايدك، لكن في ايدك ان انت تدور على الدواء ولا لا؟ في ايدك انك تسعى انك تاخد الدواء الصح ولا الدواء نص نص؟ في ايدك ان انت تستسلم للموت؟ كل ده في ايدك انت بقى. انما ان انت المرض ده جاي لك من الله سبحانه وتعالى، او يعني ده قدر. القضاء والقدر ده صح، انما انت تعاملك مع القضاء والقدر ايه؟ هو ده بقى اللي هتتحاسب عليه. انت الاستاذ شتمك واهانك، تمام؟ ده قدر. او ان هو استعبدك، ده قدر. لكن انت تقبلت العبوديه ولا اعترضت عليها؟ هو ده بقى اللي في ايدك. وانت في ايدك، ما المنكر دوت ده قضاء. ماشي؟ لكن انت لما تشوف المنكر يا تغيره بايدك يا بلسانك يا بقلبك. ماشي؟ انما انت لازم تسعى لتغييره. انما هو قضاء، هو جالك. ماشي؟ فدي في كل حاجه في حياتنا. اتفقنا؟ بما فيها الامتحانات، بما فيها المرض، بما فيها كل شيء. اتفقنا؟ فديت جزئيه لازم تبقى حاططها في ذهنك وانت بتتعامل مع كل شيء، لان هي دي احدى الحاجات اللي بتدينا قوه ان انا احس ان انا مسؤول عن اللي انا بعمله. ماشي؟ الاختيار الجبر، الفكر بتاع الجبر دوت، ده عاده بيؤدي في الاخر للياس. ما انت كده كده مفعول بيك، ما فيكش حاجه. طب ما خلاص بقى، ما انا اسيب الدنيا واركن فوق الجبل لغايه ما اموت وخلاص. ما يعني او دي بقى اللعبه الثانيه بقى اللي يحبوا يعني الاشرار يعملوها، ان هو يستغل الاخرين بان يقنعهم ان هم مجبرين. ودي كتيره جدا. يعني دايما تلاقي الناس اللي هم الحراميه يحبوا ينشروا ثقافه الزهد ما بين الناس عشان يعرفوا يسرقوهم كويس،
يقول انت ترضى بالقليل وبتاع والحاجات الجميلة دي. برضو الراجل الظالم يحب ينشر فكر الاستسلام بان هو قدرنا كده واحنا نصيبنا كده، فبالتالي احنا ده جزء من الرضا واصل احنا مبسوطين كده. فطبعا مش مبسوط، يعني هو مش مبسوط، يعني هو بيضحك على نفسه وبيضحك على اللي حواليه يقول انا مبسوط، ولا هو مش مبسوط. يعني اكيد يعني لو رحت سالت واحد انت تحب تعيش فقير ولا تحب تعيش غني؟ هيقول لك ايه؟ الا لو هو منافق، واحد هينافق يقول لا 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 انا لقد زهدت الحياه الدنيا. صح؟ يعني انما لازم نبقى ان هو ايه؟ جزء من وضوحك مع نفسك انك لازم تحط الحاجات الصح في التعبيرات الصح، ولازم نبقى فاهمين المصطلح، فاهمين الكلمه، يعني الكلمه اللي انا بقولها او اللي انا بسمعها لازم اقعد اقول يعني ايه؟ واقعد ادور وراها، لان معنى الكلام ده هو ده محور حياتك، انت حياتنا كلها معتمده على الكلمات، على الكلمه. يعني انا دخلت كليه الطب، ويعني ايه طب؟ طب يعني ان بحاول اشفي الناس، يعني ان انا معنى كده ان انا دخلت كليه تساعد على شفاء الناس، يبقى معنى كده لما واحد يجي لي يقول لي انا دخلت كليه الطب عشان ابقى ملياردير، هقول له انت دخلت كليه غلط. انت داخل حته انت مش فاهم اصلا انت داخل ليه. يقول لي اصل انا سمعت ان زمان كان الدكاتره عنده عماره وعربيه وعروسه وعزبه لا انت يعني ده الايم بتاع حته تانيه، لكن مش بتاع المكان اللي انت داخل فيه. فبالتالي انت كل حاجه لازم تفهم معناها، تفهم معناها حرفيا. ودي طبعا الخدعه اللي بتتعمل فينا كلنا في حاجات كتير، يعني اللي هو ان يعني دايما السياسيين يستعمل الكلام اللي هو ايه؟ في النص، اللي هو الكلام العام. يعني تلاقي مثلا جورج بوش يقول ايه؟ نحن نؤيد قيام دوله فلسطينيه. يقول فلسطين ايه؟ كويس هيعملوا لنا دوله فلسطينيه. واسرائيل ايه؟ هيخلصوا لنا الفلسطينيين ويركنوهم في الحتت اللي على الجنب دي. هو كل واحد بيسمع ليه؟ الى we hear what we like and we see what we know. فانما انت لازم تدور كل حاجه هو قصدك ايه؟ يعني ايه دوله فلسطينيه في قصدك يعني؟ ايه معناها؟ طب حدودها ايه؟ طب اقتصادها ماشي على ايه؟ طب عندها جيش؟ طب يعني الناس اللي فيها هيبقى معاهم باسبورات مستقله؟ طب ليها وزاره خارجيه؟ يعني وقتها ابقى فاهم يعني ايه كلمه دوله فلسطينيه اللي في مخك، وهل هي دي اللي في مخي ولا حاجه تانيه؟ وقيس على هذا كل شيء، كل شيء، يعني كلمه ديمقراطيه، كلمه علمانيه، كلمه اقتصاد، كلمه غنى، كلمه فقر، كل حاجه لازم ابقى فاهم معناها ايه بالظبط. ماشي؟ كم واحد فيكم يعرف معنى اسمه؟ كم واحد فيكم ما يعرفش معنى اسمه؟ طب كويس، عشان في ناس تبقى مش عارفه معنى اسمها. طب يعني لو سالت واحد اسمه ايه وسالته هو معناه ايه هيجاوب؟ جاهزين يعني؟ طب لا خلاص هخليها بينا وبين بعض. طيب يبقى ده كده بالنسبه لي المحاضره ديت، لو حد عايز يسال فيها يعني عندنا دقيقتين وبعد كده نخش على المحاضره بتاعت الاوبن فراكشنز. اتفضلي. حضرتك دلوقتي بتقول ان انا لازم ما اندمش او يكون عندي قدره على الاختيار يعني واسعى للي احسن، بس مش دايما الاختيار بيبقى مين يعني دايما في بيئه اثر فيه. صح. طيب البيئه دي برضه ما هتاثر على اختياري، يعني تمام. مش جربت بالقرار ده. مش مشكله، ما بقول لك ما ده زي كده ما زميلنا قال. ده جزء من القدر اللي انت بتتعرضيه، لكن انت اختيارك تتعاملي ازاي مع القدر ده. وفي اوقات بيبقى القدر اقوى من قدراتي، يعني انا معيش شمسيه والدنيا بره بتمطر فانا اضطريت، انا معيش فلوس فاضطريت ان انا اروح البنك اخد قرض بالربا، بس انا جوايا انا عارف ان انا مضطر، لكن الظروف اجبرتني على كده. تمام؟ انما دايما يبقى في ذهني ان انا ابقى عارف هو الصح كان ايه وكان ايه المفروض اعمله، ولو ما كنتش اعرفه وقتها يبقى اتعلم منه عشان لو الموقف ده اتكرر تاني او حاجات شبيهه اتصرف فيها. لان زي ما قلت لكم التايم يلف سايكلز، يعني انتوا هتلاقوا نفس الامتحانات اللي انتوا بتمروا بيها دلوقتي هتلاقوها بتتكرر بعد 10 سنين بس بصور مختلفه. بدل ما هتبقى ان انت بتتكلم مع واحد صاحبك هتبقى بتتكلم مع واحد زميلك، بدل ما انت هيبقى في كونفليكت او احتكاك مع واحد جارك في بيتك عند والدك هيبقى مع عند والدك مثلا يعني. فانت بتلاقي ان في خبرات بتتراكم، اذا انا ما بتعلمش منها انا هبقى بغلط وهبقى بكرر الغلط، وهو ده افظع شيء ممكن الانسان يحصل له.
يعني انت احنا الانسان بيتميز زي ما كنا قلنا المره اللي فاتت بان هو بيقرا. ليه بيقرا؟ عشان بيتعلم من خبرات الاخرين مش بس من خبراته هو. فانت كل ما بتتعلم من الخبرات كل ما ده يبقى يساعدك على اتخاذ القرار. واحد هيقول لي طب يعني انا مزنوق اعمل ايه؟ عندك في الحاله اللي زي كده تمام؟ عندك هتستعمل العقل بتاعك، المنطق بتاعك، هتستعمل النقل اللي هو تدور على حد ينصحك او على كتب تساعدك في حل المشكله تمام؟ هتعتمد على التجارب بتاعتك وتجارب الاخرين. والعقل والنقل والتجربه هيساعدك في الحدود دي. وفي الاخر طلع غلط خلاص ما تندمش، اتعلم من الغلط. بيقولوا على فكره في كتاب ظريف اسمه ريتش داد بور داد، انا يعني انصح الناس تقراه يعني هو كتاب هايل جدا صغير يعني، بس هو بيخليك تفكر بطريقه اللي هو الناس رجال الاعمال بيفكروا ازاي. يعني بيقول لك ان في اربع انواع من الناس. في ناس اللي هم الموظفين تمام، ودول عمرهم ما مش عمرهم ما بيبقوا اغنياء، لا هم طول عمرهم فقراء وهيفضلوا فقراء تمام. ليه؟ لانه اساسا هو بياخد البواقي وقبل ما بياخد الفلوس في ايده بيتقصص منها كل حاجه، يعني الحكومه بتاخد ضرايبها وصاحب العمل بياخد اللي عايز، يعني وفي الاخر يقول لي انت خد دول عشانك بقى يلا يا عم. وده مش بس بيفضل على طول فقير وبيفضل على طول مش راضي. وطبعا اكبر مثال عندنا دكاتره وزاره الصحه تمام. ايوه صحيح. النوع الثاني اللي هو السيلف امبلويد اللي هو مشغل نفسه، يعني اللي هو مثلا ايه زي دكتور عياده خاصه او راجل صاحب ورشه، هو بيشتغل بيزنس هو حر نفسه تمام، لكن هو لو ما راحش الورشه النهارده الورشه قفلت. فده النوع الثاني. النوع الثالث هو ان هو عنده شركه بيمشيها بيشغلها تمام، هو ممكن يراعيها من بعيد بس هو لازم يفضل مراعيها. النوع الرابع ودول بقى اللي هم بيبقوا فعلا فيري ريتش اللي هو فلوسه بتشتغل له وبتجيب له فلوس. يعني هو بيبقى حاطط فلوس بتشتغل وبتلف وتجيب له فلوس تاني. فيعني فبالتالي احنا ليه دخلنا في الحدود دي؟ كنا بنتكلم على ايه؟ كتاب. ايه؟ كتاب اللي لازم تقراه. ما فالكتاب دوت بيخليك ان انت تبتدي تفكر لا يعني انا انا افتكرت ايه اللي بقى. النوع الثالث والرابع دول بيخسروا وبيكسبوا تمام؟ هل هما بيفرحوا لما بيخسروا؟ بيزعلوا تمام؟ لكن ما بيخافش. يعني هو ما بيخافش يخسر. لكن النوع الاولاني والنوع الثاني يقول لك انا موافق الحكومه وصاحب العمل يسرقني بس اصل انا بخاف احط فلوسي وتخسر وبتاع. يعني هو مش حكايه انه واحد بيحب يخسر وواحد ما بيحبش يخسر، لا هو كل الناس ما بتحبش تخسر. لكن في واحد بيخاف يخسر وواحد ما بيخافش يخسر. ماشي؟ فده النقطه بتاعت اللي هو الخوف من الغلطات ايه يعني. كتاب اسمه ايه تاني يا دكتور؟ طبعا ما عشان كده انت لازم تحب الطب. يعني حتى المره اللي فاتت اتكلمنا ازاي احبب نفسي في الطب، يعني اللي فاكر ازاي قلنا ان لانه الطب انت لازم تبقى بتقراه كل يوم. يعني انا كل يوم لازم الصبح بعد صلاه الفجر اقرا بحث جديد لازم، يعني ده جزء زي كده ما عندي ورد قران لازم عندي بقرا بحث جديد اشوفه. ده غير الابحاث اللي انا برجعها او اللي بنشرها او المحاضرات او كده، لا حاجه روتين ومش بقراه لانه واجب زهقان، لا انا مستمتع. الله ياه طب ده انا بقى العين الجاي انا هعمل له كذا عشان يبقى النتائج بتاعتي احسن. فده نقطه. طب احب ازاي؟ انا حكيت الحكايه دي قبل كده بس يعني باختصار انها تخش في النيه. يعني ان انا بعمل حاجه في النيه. ازاي؟ بديكوا دايما المثال بتاع اللي بيلعب كوره. واحد بيروح يلعب كوره بيتكسر وبيتخبط وبيتوجع، لكن بعد اسبوع بيروح يلعب كوره تاني صح؟ وعايز يلعب كوره وممكن يبقى موجوع وعايز يكمل الماتش مش كده؟ رغم انه بيتألم لكن هو بيحب الحاجه. فبالتالي انا لازم احب الطب، وعشان احب الطب لازم احط الطب كجزء من نيه كبيره، نية عالية. لما هعلى بالنية ديت وقتها ان انا يا رب انا دخلت الكلية دي وانا بعمل ده عشان انصر دينك. فانا دخلت الامتحان ده وربنا ما وفقنيش،
بس انا عارف ان انا نيتي كويسه وان ربنا هيعوضني خير. بس خلاص هتلاقي نفسك شويه شويه بالتدريج